بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بحضراتكم. امبارح اول جمعه في شهر ابريل، وده على طول يفكرنا بان اول جمعه في شهر ابريل هو يوم اليتيم. ويمكن كنت دايما لما بتكلم في اليوم ده بيبقى عندي اعتراض على كلمه يوم اليتيم، لانه ممكن يكون مؤلم لناس كتير جدا. الحقيقه انا كنت طالعه النهارده هتكلم في اتجاه تاني خالص، ولكن قريت رساله امبارح على الفيسبوك غيرت لي اتجاه كلامي تماما. ومع ذلك احنا معانا تقرير، لان امبارح احتضنت منطقه الاهرامات عدد كبير جدا من الايتام بمناسبه يوم اليتيم، وده كان تحت رعايه وزاره الشباب والرياضه بالتعاون مع وزاره الاثار. خلونا نشوف التقرير وارجع. بدايه الفكره من السنه اللي فاتت بالتحديد في يوم 17 ابريل عام 2015، جمعنا هنا حوالي اكتر من 400 فرد من الجمعيات المختلفه. بعد كده السنه دي حبينا ان احنا نكرر نفس اليوم، بس حبينا يكون في ليه لمسه تانية، فحبينا ان السنه دي يكون يوم مميز في اليتيم والمعاق، ونقارن برضو مجموعه من المعاقين اللي هم يعتبروا كانوا من ضمن ابطال مصر، فتعاوننا مع وزاره الشباب والرياضه في ان هي تجيب لنا الاطفال. احنا كمفتشين اثار هو ده دورنا، ان احنا نجيب الناس عندنا، كل الناس اللي بتيجي زياره عارفه تيجي بقدرتها انها تيجي الهرم بتتفسح تجيب ولادها، انما في ناس في اماكنهم ما بيعرفوش يجي. جيت الحفله ده عن طريق ان انا شفت على الفيسبوك اعلان على الصفحه الرسميه بتاعت اثار الهرم، ولقيت الحفل الخيري ده وقلت اكلمهم، كلمتهم وجيت شاركت النهارده من الساعه 8 الصبح. يا رب تبقى ايامكم كلها سعاده وكلها فرح، وان دايما ما يبقاش في اي حزن في قلبكم، وان دايما تحاولوا نحاول احنا ان احنا نقدر دايما نسعدكم باي حاجه. النهارده احنا جينا من اول الساعه، من اول الساعه 7 الصبح. قعدنا يعني انا والناس اصحابي برده جينا هنا، قعدنا ننظم الحفله وعملنا البالونات والحاجات اللي زي كده. تضمنت الاحتفالية فقرات فنية متنوعة، كما قام عدد من أطفال ذوي الأعاقة بتقديم فقرة فنية بالزي الفرعوني، وأعرب الأطفال عن سعادتهم بالحفل لإقامته بالمنطقة الأثرية. النهارده أحلى يوم في حياتي كلها. أحب أقول لهم إن مهما عملتوا السعادة دايما هتفضل في قلبكوا. كلنا أسرة واحدة، مش الولد بس، احنا بنتفاعل كلنا اسر مع بعض، الولد ومامته كل المتواجدين معايا اشراف، هم اولياء امور بيساهموا في النشاط. الحقيقه دي حاجه. الحاجه الثانيه احنا بنتعامل مع بعض بحب، بنتفق ايه اللي احنا محتاجينه كلنا مع بعض، وبناء عليه بنبتدي نشتغل عليه. اتبسطت، شفت اصحابي فرحانين، وشفت اخويا الصغير فرحان، قال لي انا عايزه اتفرج مع ميكي ماوس، قلت له اتفضل، وفرحنا قوي انا واصحابي، ورحنا الاهرام وركبنا الحنطور ورحنا شفنا ابو الهول، يعني حاجه جميله يعني. صلوا 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 ما صلوا على نبينا، جايين نشوف بعضينا. يا افضل الصلاه والسلام. تاثرت جدا بالولد اللي قال النهارده اسعد يوم في حياتي، يعني يا رب يجعل ايامكم كلها سعاده. في الحقيقه امبارح لقيت رساله موجوده على الفيسبوك من بنت بتقول انه يوم اليتيم هو يوم مؤلم جدا بالنسبه لها، وان هي بنت يتيمه، وكان اليوم ده مرتبط بالنسبه لها بوجودها في المدرسه، وانه كانوا في اليوم ده بيدخلوا يقولوا مين يتيم موجود في الفصل، فكان مطلوب منها انها ترفع ايديها، ولما ترفع ايديها ياخدوهم ويعملوا لهم احتفال بسيط وبعض الهدايا، وكاتبه حتى بالتحديد انه بيديهم ظرف كان فيه 20 جنيه، وانها كانت في اليوم ده بتغيب من المدرسه لانها كانت بتتحرج وبتتكسف قوي قدام اصحابها، وبتحس انه يوم مؤلم جدا بالنسبه لها، وفي انه شيء من الاهانه انهم يبقوا بيدوها هديه او بيدوها ظرف فيه فلوس. ولما كانت بتغيب مع الاسف كانت لما بترجع تاني اليوم اللي بتيجي فيه بتدخل برضو المدرسه وبتنده عليها وبرضو بتديها ده قدام اصحابها. بتوصف شعورها انه شعور مؤلم جدا، وانه لو انتم متخيلين انه في يوم زي ده انتم ممكن تكونوا بتسعدوا اليتيم، فلا انتم بتحسسوه بيتموا بجد. فخلتني فكرت انه ليه احنا بنعمل سبوت قوي على يوم 1 ابريل ان هو ده بس يوم اليتيم، يعني حتى فكره يوم هو ما يكفيهوش يوم، ده الرسول عليه افضل الصلاه والسلام وصانا بيهم.
وانه اهتمامنا بيهم لابد ان يكون السنه كلها. يعني احنا حتى كاعلاميين وبرامج مش لازم ان احنا نلقي الضوء بس هو حلقه واحده على فكره اهتمامنا باليتيم، والرسول عليه الصلاه والسلام وصانا ازاي باليتيم والمفروض نعمل معاه ايه وايه دورنا تجاهه، ولكن من الوقت الاخر لازم نبقى بنذكر نفسنا زي ما بنذكر نفسنا بحاجات كتير جدا، العبادات والصدقه وصله الارحام وحاجات تانية كتير قوي. برضو الاهتمام باليتيم لا يقل اهميه عن كل الحاجات اللي انا قلتها. خلونا نتكلم النهارده عن الايتام وعن دور اليتيم والرسول عليه الصلاه والسلام وصانا عليه ازاي، وان شاء الله مش هتكون الحلقه دي بس. مع فضيله الشيخ احمد صبري، واكيد بنرحب باتصالات حضراتكم واسئلتكم ولكن بعد الفاصل.